قال علي بن حسين بن شقيق قلت لعبد الله بن مبارك يا رزوق عبد حسن بن شقيق كيف نعرف ربنا وإذا مش تنزلون تحت الأسماء قال يا رزوق بأنه فوق السماء السابعة وحسب لقهوة وزقوين على العرش عرش تهوش بائن من خلقه شي خلطة دعقست دعقست وشي قل مختر واتجيش اسخنا بيتاتهم بوها بيتشو خلطة فرع العبا بيتعقو وجين شو بيتاتهم بوها بيتشو إمام دارم إز بيتاتهم رد على الزنادة قوالي رد على الجميع إمام دارم وقت لها مال فيس واسم بيتاتهم بدو الآخر يقال بويت بويت إيشان المطع الغنبي عثمان بن سعيد الدارمي وجه المسند هذا عثمان بن سعيد الدارمي مجسم مجسم ولي هذا صنف شو هذا وجه القدر هذا الشبه صنف جاء صنف جاء عاونا تصور يا قلنا بس عادي الشبه هنا إذا مجسم وين دوش وتع عاون سبي واخش مش تابع شو شو خل إذا مجسم وين دوش وتنع عاون سبي ضعيف دلي سهل دلي تصنع الله بس ضعيف دلي مجدس قلنا إيش هذا دي تصنع عاون سبي يعني حاول تابع شو شو إذا مجسم خلنا قلنا الحد هذا نمر الإمام زاهد شو يوه يعني بدأ أهوي يوه تصنع عيج كار حبي إذا مستوى مش عاون سبي وسر بال زاهد شو ده هنا شو يصير عالم النبلاء